هذا التساؤل. هعود للقضية اللي ناقشناها منذ قليل، هذه القضية المتعلقة بأمين الشرطة الذي قتل زوجة سائق. الأسرة تتهمه بأنه طلب رشوة 2000 جنيه، جاءت الزوجة ب 1500 جنيه فقط، السائق خد سيارة الميكروباص وانطلق، فلم يجد أمين الشرطة وسيلة للحصول على بقية حقه إلا قتل الزوجة. دي رواية الأسرة. اللواء مجدي عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة معايا على الخط. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا وسهلا يا أستاذ وائل. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة اللواء طبعا بنعدي يعني أسرة الفقيدة وإن شاء الله يجعل مثواها الجنة بإذن الله. إن شاء الله اتفضل. ربنا يتغمدها بواسع رحمته. سيادة اللواء، هنا قضية أمين الشرطة الذي قتل زوجة، العائلة هنا بتقول طلب رشوة، الرشوة جات له ناقصة 500 جنيه فقتل الزوجة، كيف يمكن أن نقبل بذلك؟ صحيح يعني الشرطة لا تتستر على مجرم حتى لو كان من بين أعضائها، لكن كيف تعاملنا مع هذه القضية؟ هو الموضوع يا استاذ وائل ان العربيه كان سايقها هي عربيه ميكروباص رقمها 874 2040 سايقها تامر علي احمد الخولي اللي هو الزوج المتوفيه. كان تم استيقافه بكمين بتقاطع محيي الدين مع التحرير وبالاستعلام عن التراخيص بتاعته، تبين ان اللوحات دي غير خاصه بالسياره، اللوحات دي اساسا المفروض مصروفه لسياره ملاكي غير خاصه بالعربيه الميكروباص. ومفيش تراخيص لا قياده او تراخيص سياره، ملهاش ورق العربيه خالص يعني. يعني تم اصطحاب السياره بناء على توجيهات من الضابط لحجز السياره بمكان حجز السيارات واتخاذ الاجراء القانوني. المساعد الشرطه هو طالع مع قائد السياره، للاسف كان في عربيه ثانيه يعني اصدقاء وناس من عيله السواق اتصل بيهم، تم يعني تم استيقاف السياره ودفع المساعد ومحاوله الحصول على السلاح بتاعه، فطلعت طلقه من سلاح مساعد الشرطة عبد الحميد كامل علي طلعت في البنت اللي هي كانت موجودة. طبعا التحقيقات دي بتتولاها النيابة العامة، وبأي أي استفسارات طبعا مش هنقدر نحدد لأن احنا تركنا الموضوع للنيابة العامة. لا حضرتك ما تركتوش كده يا ست لو انت بتحدد ان الطلقة خطأ، وهنا انت يعني بتدافع عن امين الشرطه. لا وبتطلع انه طلقه خطا اصابت الزوجه يعني. هو ده انا مش مستني تحيات هنا حضرتك. كلام ده يا استاذ وائل، الكلام اللي اتقال ده الكلام اللي اتقال واللي اتقال في النيابه العامه، وبالنسبه برضو للتامر اللي هو زوج المتوفيه برضو كان من ضمن الحاجات ان هو اشاد بالفرد اللي هو بتاع المرور في طريقه تعامله ومعاه، انما ايه اللي هيدفع السائق او امين الشرطه المساعد الشرطه ان هو يستعمل سلاحه في حاجه زي كده يعني. الموضوع طبعا احنا لما جينا نفحصه مبدئيا احنا لقينا ان الاصول يعني افاد ان اللي حصل مشاده، نتيجه المشاده دي تم خروج طلقه جت في المتوفيه. طب خلي حضرتك معايا كده نسال اهو السائق تامر اهو اللي عايش الموضوع معانا. تامر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. وتامر انت محبوس ولا حاجه ولا مش محبوس ولا ايه؟ لا حضرتك يا فندم انا مش محبوس ولا حاجه، انا موجود بره. طيب سياده اللواء بيقول انه اولا هل طلب امين وقعت الرشوه؟
صحيحة؟ هل طلب رشوة فلما زوجتك جابت الرشوة ناقصة 500 جنيه قتلها؟ دي حقيقة فعلا يا فندم. هو مع احترامي للست اللواء وحضرتك، ان حضرتك بص الست اللواء بيقول ان طلقة واحدة بس، ان طلقت غلط، العربية مطلوبة مضروب عليها 3 طلقات، 2 في الازاز وواحدة في الشنطة، وانا ما كانش معايا حد، وانا المفروض ان انا شغال في الطريق عادي، ان انا مش يعني عربيتي بتستلم، هتصل بمراته وهتصل باصحابي، وانا راكب مع امين الشرطه وهجمه على الدائري وانزله نزله غصب عنه، ده مش صحيح. ده جوه امين الشرطه افترى عليا فيها في التحقيق عند وكيل النيابه، وانا انكرت الكلام ده وقلت له لا ما حصلش اللي حصل، حصل كذا كذا كذا، ان انا كنت معاك في العربيه لوحدي، انا ما هاجمتوش، ولا فين الوقت اللي انا هلحق الم فيه اصحابي واجيب مراتي من البيت بعيالها وانزلها، ولما طلب مني فلوس انا فعلا طلب مني فلوس، نزلت مراتي وعيالها من البيت وقلت لها هات الفلوس تعالي لي. اه يعني انت ايه اللي جاب زوجتك؟ ايه اللي جاب زوجتك هنا؟ اللي جاب حضرتك الفلوس، اما هو طلب مني الفلوس حضرتك انا اتصلت بيها تجيني، انا ما كانش معايا مبلغ في جيبي، معايش فلوس تجيب، اتصلت بيها قلت لها هات الفلوس، كل الفلوس اللي معاك في البيت وانزلي عشان العربيه بتتحجز مني، وانا عايز ادفع مكلفات فوريه. طب قانون حضرتك المرور الورش بيرفع العربيه، مش انا اللي بروح اسلمها، وانا وامين الشرطه. طب هي زوجتك وقت ما الرصاصه جت لها كانت فين؟ كانت واقفه فين؟ كانت قاعده، مش واقفه يا فندم على الارض، كانت قاعده في العربيه، كانت في الكنبه اللي وراها على طول. ومعاك امين الشرطه؟ نعم. انت وامين الشرطه وهي؟ ايوه يا فندم ايوه. ما كانش في حد معايا من تاني خالص والله العظيم، وانا اثبتت الكلام ده، وكان في شهود شايفه امين الشرطه وهو بيضرب نار على العربيه لوحده، ولا كان معايا حد ولا هو كان معاه حد، هو الشخص بس، وانا ومراتي في العربيه، ناس شاهد ناس وحب ورش قدام المكان اللي احنا حصل فيه اللي حصلت فيه الحادثه. هو انا استاذ وائل بس، انا مش طالب اي حاجه والله استاذ وائل، غير حق البنت دي، هي واحده غلبانه مالهاش. لا وما فيش حد يقبل انه الزوجه تدفع الثمن، يعني هنا النيابه هتحقق. انا بعترف بغلطي، انا مش بقول ان انا بقولش ان انا غلطت، بس هي مش ذنبها حاجه، ولا ما فيش قانون في الدنيا او في طريقه تعامل مرور في الدنيا ان امين الشرطه ان انا مثلا سواء ميكروباص ما معيش رخصه اجري منه يضرب عليا نار يموتني، في 1000 طريقه. وبعدين حضرتك ده انا سايب بطاقتي الشخصيه مع الضابط وانا طالع معاه، ومعاه ورق العربيه لها ورق حضرتك في المرور تقدر تستعلم عني العربيه لها ورق. يعني انت بتقول انا اخطات، عندي مخالفات، حاسبوني حاكموني، انما هتحاسب عليها. انا اخطات يا استاذ وائل، انا اخطات، ومراتي لما جاتني عشان تديني الفلوس اديها له، اللي هو راضيه كلمني الضابط معلش حاجه كلام صاحب عيال كلام من دوت، لا اكتر ولا اقل. طيب سياده اللواء هنا يعني اهو، يعني هو بيوضح يا زوجته جت عشان جايبه له الفلوس، وهو بيقول اذا انا اخطات وعندي مخالفات اتحاسب اتحاكم ادفع الغرامات، انما ما يبقاش الثمن هي رصاصه تقتل زوجته. وبعدين هي مش غلط حضرتك يا استاذ وائل، ده هو قاصد ان هو ده ضارب عليا 3 طلقات، 2 في الازاز، اول طلقه صابتها والثانيه في الازاز من فوق والثالثه في الشنطه من تحت. هو افترى عليا بيقول ان انا كان معايا اصحاب والكلام ده، انا ما كانش معايا اصحاب ولا حد مسكه، وفي شهود شاهده ان هو كان واقف لوحده في الشارع وانا بجري بالعربيه، انا فعلا جريت. طيب سياده اللواء، سياده اللواء هاخد تعليق من حضرتك. اللي يهمنا سياده اللواء انه ما فيش قبيله ملائكيه، اذا اخطا فرد، اذا اخطا اي فرد في الشرطه هنا الشعار يجب ان يساءل ويحاسب، لانه لن نسمح ابدا بعوده الحاجز النفسي بين الشرطه والشعب كما يحاول البعض. فهنا اذا في خطا لابد ان يحاسب المخطئ على الفور. اتفضل. تمام يا استاذ وائل، احنا يعني زي ما بتقول سيادتك كده، احنا لا نتستر على اي اخطاء، وهو طبعا الواقعه هو فيها خطا من الاول، ان طبعا العربيه اساسا ما فيهاش تراخيص خالص، اللوحات اللي موجوده على السياره لوحات مخالفه. خلاص هو يعني بيعترف يا سياده اللواء، بيقول خلاص انا اخطات، حاسبوني. طب بالظبط يا فندم، بالظبط، انما مش بالرصاص. وهو هو هو النتيجه طبعا ان هو الصول او المساعد عبد الحميد الحقيقه لم يطلق النار من نفسه الا اما حصل مشاده وجذب ومحاوله لهروب قائد السياره بالسياره، فهو نتيجه الشد خرجت
الطلقتين اللي هم طلعوا من المسدس بتاعه، واحنا فعلا اتعمل معاينه بمعرفه المباحث والنيابه، وتم تحرير محضر وتم سؤال الاطراف في النيابه العامه، واحنا طبعا الحاجه دي متروكه للقضاء. يعني طبعا لا نتستر على اي حاجه، لان طبعا دم الروح المرحومه دي هيبقى في رقبتنا، فاحنا لا نتستر على حاجه زي كده. احنا طبعا يعني بنعزي الاهالي الفقيده ولا نتستر على اي حاجه. يعني نثق في ذلك يا ست اللواء، كلنا ثقه في ذلك انه مش هيكون اي تستر. تامر، سؤال اخير انتوا جبتوا، الف شكر ست اللواء. هل في حد من عندك بادل امين الشرطه اطلاق رصاص او حاول الاعتداء عليه؟ ما حصلش سيادتك، امين الشرطه مقابلني في 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 النيابه بكامل هيئته، ولا زرار مقطوع ولا في خبطه ولا في اي حاجه. لو انا معايا اصحابي قرايبي، مراتي مش هتموت معايا في العربيه، هو هيروح سليم. يعني ده احنا في منطقه شعبيه، المفروض ان احنا كنا جنب الدائري والناس راحه وجايه علينا. حضرتك طب انت خدت العربيه وهربت ليه؟ انا خدت العربيه وجريت عشان الفلوس اللي هو طلبها ما كانتش تامله. كمان الضابط بتاعه لما كان جاي قال له انا هعمل واسوي وازاي مراتي تيجي ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده. حضرتك انت المقصود في المحضر. راح انا خفت على مراتي والاهانه اللي جه الضابط ينهالي، وخدت العربيه وجريت، بس اللي هو خاف من الاهانه لا اكتر ولا اقل من كده، وسايب بطاقتي الشخصيه مع الضابط. بتوجه لك تامر بقى، انت النيابه اخلت سبيلك؟ انا حضرتك النيابه انا كنت شاهد، النيابه ما حطتنيش متهم ولا اي حاجه. يعني ان النيابه لم توجه اليك اي اتهامات؟ انا ما لا، النيابه ما ادتنيش اي اتهام، وانا رحت دفنت مراتي ورجعت على النيابه كملت تحقيق، وتواجهت مع امين الشرطه وقلت له انت كذبت، انت كنت كده بتفتري عليا، انت قابلت مراتي وافتريت عليها وبرده جاي تفتري عليا انا كمان. وتاني يوم عدى يوم الجمعه يوم السبت استاذ وائل هو طلع براءه. تامر الف، هو النيابه اخلت سبيله هو كمان. تمام حضرتك، الراجل هو حضرتك ديت هي انا كل اللي انا عايزه، بس انا مش عارف حقها دي، هي بنت مالهاش ان شاء الله حقها مش هيضيع. هاتوا لنا يا جماعه صوره ضحى في النهايه، هي اللي دفعت الثمن. وانا لا انت قادر اقف على رجلي اصلا، يعني انا حاسس ان انا شايل ذنبها، انا مش واقف على رجلي خالص ولا ماشي، انت بقدر امشي مش عارف، عمال الف على نفسي طول النهار. يا ريتك يا اخي ما قلت لها هات الفلوس وتعالي. والله قلت يا ريتني كتير، والله قلت يا ريتني كتير، والله انا ما اعترضت، انا ما بعترضش على اراده ربنا. انا ما بعترضش على اراده ربنا والله. الزوايا كل اللي عاجبينها، بس هي ديت لو بنت واحد مسؤول في البلد او بنت ضابط او بنت حد مهم في البلد حقها هيضيع. ده كده مين الشرطه ان شاء الله ما فيش حق هيضيع يا تم، ما فيش حق هيضيع ان شاء الله. بس حضرتك حقها والله، اللي لسه هجيب حقها والله. ما عرضوا عليا فلوس وانا قلت لهم ان انا مش عايش على دم مراتي ولا هاكل عيالي بدم امهم. هو ده اللي انا قلته، هم عرضوا عليا وانا رفضت الكلام ده. المخطئ سيحاسب، لن يتم التستر على مخطئ مهما كان موقعه. تامر الف شكر، بتوجه لك بالشكر، اتمنى انه في هذه القضايا وفي قضايا كثيره انه الداخليه قدمت اعضائها للتحقيقات وللنيابه، انما بقى محاوله، يعني خلينا نشوف انه اذا في مسؤوليه، لأنه مش عايزين دم البنت يضيع يعني هي